النهارده انا اتعمدت بقول لك اروح عشان اقدم بالتحديد الكابتن حسن حمدي ثم الكابتن خطيب. تمام. شفت منظر يا دكتور عمرو؟ من الصعب انت حسن حمدي ده شخص قوي جدا يعني. فقعدت اقدم في الكابتن حسن واسهبت يعني، وبعدين قلت نحيي الكابتن حسن وقمت وقفت، فالاعضاء كلهم قاموا وقفوا. والله يا دكتور عمرو تصفيق متتالي مش اقل من 5 دقايق لحد ما الكابتن حسن دمع. ايوه دي الندوه بتاعت النهارده. لحد ما الكابتن حسن حمدي دمع، هو كان قاعد في الصف ده الكابتن الخطيب ده اللي مدينا ظهره، وعلى يمينه الكابتن او الكابتن حسن حمدي اللي على يمين. عايزك بس تشوف الناس اللي قاعده وتشوف الناس اللي واقفه وتشوف الاماكن شكلها ايه، ويا ريت يا جماعه بس لو تجيبوا لنا صوره، تجيبوا لنا لحظه تصفيق الناس للكابتن حسن حمدي. بص 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 الزحمه وشوف الناس، شوف الندوه كان شكلها عامل ازاي. كابتن حسن في الاخر ده هشام سعيد ومحرم الراغب، لانه لما جيت كمان اقدم محرم الراغب تصادف النهارده عيد ميلاده، فيدوب لسه بتكلم على الكابتن محرم. فالناس تسقيف يا دكتور عمرو مش طبيعي، فبكى بحراره شديده جدا. فعايز اقول لك كل اللي قاعدين. بس انا كابتن انت حضرتك دلوقتي بتقول ان انت اخترت قائمه